الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدي بنشكر الإخوان الصحفيين على مواكبتهم لهذا الحفل المبارك السعيد. لهذا الحفل فيه واحد الجائزة الفائزين ماشي في عمل رياضي أو عمل تربوي أو عمل فني بل هو في ذكر الله. هاد الناس هادو دوزوا جائزة ديال تجويد القرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك وحصلوا على المراتب الأولى، فهنيئا لهم وهنيئا لهم بتجويد فوزهم وهنيئا لهم بحفظ القرآن وهنيئا لهم بعمرتهم. هاد العمرة وكما كنقول أن راه ماشي المقاطعة أو للرئيس أو لفلان ولا فلان، هاد العمرة هو ذاك المقام بغض، فهنيئا لكم. هاد المشي اللي غادي اللي عيطات عليكم، فكنتمنى والله انكم تمشيو بخير وتجيو بخير، وكنتمنى والله انكم تدعيو معنا هذاك المقام وتدعيو مع هذا البلد ان شاء الله، وتدعيو مع سيدنا الله ينصرو بالصحه والعافيه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بادره طيبه ان نستفيد حفظ القرآن الكريم ذكورا وإناثا هذه العمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع ما يحب ويرضى، ونسألهم إن شاء الله الدعاء، ونتمنى لهم التوفيق في رحلة هذه رحلة مباركة، رحلة القيام بشعائر العمرة ومناسك العمرة، فإن شاء الله الرحمن الرحيم كل أجر ديالهم بإذن الله أجر ثابت. ونتمنى لهم التوفيق اولا واخيرا. السلام عليكم. بومير مصطفى، مستشار مقاطعة مباشر، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية. اليوم كنا مع حفل توزيع جائزة العمرة اللي تفضلها مدينة مقاطعة مباشر للفائزين في مسابقة تجويد قطرة القرآن الكريم من كسر الدار السابق. الجائزة كتجي تتويج للمشاركين في مسابقة التجويد اللي كانت في رمضان واللي فازوا بالمراتب الأولى. واللي غيستافد من عشرة الأشخاص ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة. كيف اليوم تحت إشراف الرئيس محمد جبيل ونواب الأعضاء، فتمت هذه العملية. واللي غدا إن شاء الله عندنا انطلاقة وضرب إن شاء الله 13، وإن شاء الله تكون هذه السنة اللي غتتأب عليها المقاطعة المباشرة على كل سنة تنظيم مثل هذه المسابقات وتنظيم هذه الجوائز تحفيزا واعتناء بالناس ديال القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي محمد الحلوي، من ساكن مقاطعة المناشيد، شارك مسابقة لمقدمة المقاطعة في رمضان المصاري مع مشاركة جدة فرح الفلاح الخير. الحمد لله كنت فائز في المركز الأول والعمرة. الحمد لله اليوم جينا بصدد الاستعداد للسفر لهذه العمرة، أتمنى الله يتقبل منا. وكنشكروا المقاطعة والشخص الرئيس وجميع أعضاء الوالدين اللي عندنا وأجدادنا اللي عندنا الفضل بعد الله تعالى. واش أنت كنت حاس غادي تدوز ولا؟ ما شاركش من النهار الاول، كنت حنا الحمد لله ملي شاركنا عندنا واحد الامال باش الى عندك واحد الهدف خصك توصل. هذا الشيء اللي كاين الحمد لله وصل. شكرا الله والمقاطعه والوالدين ديالنا اللي كان عندهم الفضل باش دايرين باش قرينا ومشينا. وفاش اللجنه قالت لك يعني فزتي كيفاش داك الاحساس ديالك يعني؟ الصراحه اللي هي عمر يعني كبير عند الله سبحانه وتعالى، كنتمناه لاي اي اي ام واي اب واي يعني جمع ام طموحه من كما كيقولوا كما كنقولوا لله يحرم شي نسل. امين. كان احساس اختي واخا عيا من وصف ما غاديش شي شعور لا يوصف. اول مره تعرف راسك، اول مره غادي لهذاك المقام، الحمد لله توكل عليك.
السلام وبركاته. اسمي كامل صريحة رحمون. الحمد لله الكريم اللي كتنطقها من قطعة مولاي رشيد بتنسيق مع جمعية فلاح الخير. والحمد لله جائزة كاسعة ومرتين في الأصل هي الحمد لله ديالي. والحمد لله ربي جعلني سبب أنني تفرغت ساعتك مع عمر ديالي الوالد ديالي. والحمد لله بطبيعة الحال فرحانين بها فرحانة بالفرح. يعني شكرا الحمد لله بطبيعة الحال في الأول وفي الآخر. ثم كنشكر والديا لما سهروا وعلى أنهم يقبلوني القرآن الكريم والأحكام الجديد. وكنشكر أعطيني شكر ثالث لكل الشيوخ وكل أساتذة وكل شخص كان له فضل في أنهم فرحوا وتكون كتقرا القرآن الكريم وتكون كتزيد كل حرف. واش انت كنتي يعني كنتي عارفه غتدوزي كيفاش حسيتي بالفرحه؟ الفرحه فاش حسيتي الحالات وصلت لانه انت ملي كتشارك وكتقول يعني هذه كتبقى منافسه تخلي تحمل على الله عز وجل وكتبقى لي هي منافسه شريفه. فبطبيعه الحال دائما كنقول واش غنفوز ولا لا. ملي كيكون بطبيعه الحال فرحانه خصوصا انه انا مصغر ديالي وانه كان الحلم ديالي انني نكون سبب على انني صيفط والدي للعمره ولا الحج. وبطبيعه الحال ملي جات هذه الفرصه هذه فهي فرحانه وصف طبعا. تبارك الله عليك. انا رفيده كشاف شاركت في رمضان في مسابقه مقاطعه مولاي رشيد باش نسيق من جمعيه فلاح الخير. كنت كنتمنى بزاف نكون حضيت بالرتبه الاولى والحمد لله فزت. وطبعا الفضل كيرجع للباص ثم السيد الرئيس محمد جبيل الله يجعل في ميزان حسناته. شكرا. كيفاش حسيتي يعني فاش قالوا لك يعني كيفاش؟ طبعا فرحه كبيره ولا وصف باقي لحد الان ما مشيقاش راسها. واش كنتي متوقعه غتربحي؟ شويه يعني كنتي ديرها بين وبين ما كنتش 100% متاكده. تبارك الله عليك.